السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي، كل عام وأنتم بخير. يتجدد لقائنا في الحصة الثانية من حضارة بلاد العراق. قبل ما نبدأ معاكم حضارة بلاد العراق الجزء الثاني، أنا كنت عايزة أرجع لكم على الجزء الأول، فإحنا هنراجعه عن طريق الفورم اللي كنا واخدينه مع بعض كواجب، والفورم بتاع الحصة بتاعت النهاردة إن شاء الله هننزله لكم بس في نهاية الحصة. كان في أسماء كتيرة أنا سعيدة بيهم جدا جدا اشتركوا في حل الفورم، مفيش وقت دلوقتي إن أنا أقول أسمائهم، فيعني أنا آسفة ليكم يا ولاد، اعذروني علشان عايزين نحل مع بعض الفورم، والحصة النهاردة طويلة شوية في الشرح، فأنا هأجل أسمائكم إن شاء الله في الفورم الجديد اللي إحنا هنحله مع بعض بعد كده، الواجب اللي هتحلوه في البيت، ونبدأ بأسمائكم الحصة الجاية بمشيئة الرحمن. هنبدأ مع بعض بالواجب ونشوف المذاكرة بتاعتنا أخبارها إيه، والأسئلة اللي أنتوا غلطتوا فيها ليه. السؤال الأول كان بيقول: تشابهت الحضارة المصرية القديمة مع حضارة العراق القديمة في الانتماء للحضارات الإيه؟ زراعية، رعوية، صناعية، تجارية. طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الحضارة المصرية هي وحضارة العراق هما الاتنين قاموا على مياه الأنهار، نهر النيل في مصر ودجلة والفرات في العراق، يبقى إذا حضارتهم قامت على حرفة إيه؟ قامت على حرفة الزراعة. طيب السؤال التاني بيقول لك هنا إيه؟ تأثر تاريخ العراق القديم إيجابا من خلال حدوده الجغرافية. تاريخ العراق القديم اتأثر إيجابا، يعني حاجة كويسة، من خلال حدوده الجغرافية الشمالية، الغربية، الجنوبية، الشرقية. طبعا في كتير حلنا صح، اللي هي الحدود الايه الجنوبية. المقصود بها مين يا ولاد؟ الحدود الجنوبية اللي هي شبه الجزيرة العربية. قصده هنا على ايه في التأثر ده؟ الهجرات اللي جت، أكاديين وبابليين وأشوريين وكلدانيين آخرهم، اللي جت من شبه الجزيرة العربية من الجنوب وراحت هجرت لبلاد العراق واستقرت وكونت هذه الحضارات. السؤال الثالث: السبب الرئيسي وراء انهيار المدن والدويلات السومرية كان إيه؟ في ناس غلطوا في حل السؤال ده. بصوا كده، طبعا ما كانش في احتلال سلوكي، الاحتلال السلوكي ده جه في نهاية مين؟ في نهاية الدولة الكلدانية، يعني في آخر حاجة في حضارات بلاد العراق، يعني بعيدة خالص عن السومريين. استيلاء الفرس عليهم ده برضو جه بعد حكم الكلدانيين في الآخر. هل قدامي بقى دلوقتي نزاعات داخلية وتأسيس الدولة الأكادية؟ يا ترى أنهي فيهم اللي أنا هحصر تفكيري هيبقى صح؟ طبعا إحنا وإحنا بنشرح المرة اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا ان الدولة لو هي جبهتها الداخلية قوية وهم متحدين يبقى الدولة قوية، ونفس الشيء برضو بنقوله على الملك، سواء كان ملك اي حاكم بأي عصر بأي مسمى، لو كان قوي يبقى الدولة بتاعته وكل الاجهزة اللي تحت منه تبقى قوية. فانا عندي دلوقتي السبب الرئيسي وراء انهيار المدن والدويلات السومرية هي النزاعات الداخلية، عشان كانت عبارة عن دويلات وكل دويلة مستقلة بنفسها، فكان بينشأ تنازع وتطاحن بين هذه الدويلات فأدى إلى انهيار الدولة الإيه السومرية. بعد كده ظهر لي مين؟ الدولة الأكادية. السؤال الرابع: نجح السرجون الأول في تغيير أحوال العراق من الناحية السرجون الأول بتاع الدولة الإيه الدولة الأكادية. طب إحنا الأكادية إن كان في نضج سياسي، يعني ممكن يجي لك السؤال هنا ويقول لك النضج السياسي، سرجون عمل إيه أول واحد؟ هل فكر في تغيير النظام السياسي، فبنقول عليه التغيير نضج في التفكير السياسي، اللي هو ايه؟ اللي هو لما عمل الوحده الاول العراق، يبقى دي ناحيه ايه؟ ناحيه سياسيه، لا هي اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا دينيه. السؤال اللي بعد كده بيتكلم: تسعى منظمه اليونيسف بالاهتمام بالاطفال، طب طبق هذه المهمه الملك مين؟ مين الملك اللي طبق المهمه بتاعت الاهتمام بالاطفال؟ طبعا احنا خدنا الملك حمورابي لما انشا التشريعات بتاعته اللي هي القوانين، اللي كان من ضمن هذه القوانين حمايه حق الاطفال، لما كان بيقول اي واحد يسرق طفل يحكم عليه. طبعا هو الحكم عنده كان كله معظمه بالاعدام بالقتل، فهو هنا بيرعى الطفوله، فيبقى مين هو؟ زي ما احنا قلنا حمورابي، من خلال التشريعات والقوانين اللي اصدرها. برضو اولاد، برضو قبل ما نسيب السؤال، لو غيرنا السؤال ده وقلنا برضو الاهتمام ب مثلا الاهتمام بالاباء، اهتمام الابناء بالاباء، برضو مين اللي طبقه؟ اللي طبقه حمورابي لما كان برضو بيحكم على كل من ضرب اباه،
برضو بيحكم عليه حكم بيكون قاسي برضو. يبقى نشوف السؤال اللي جاي بقى، اللي هو الاهتمام بالقوة العسكرية وإهمال حاجات الشعوب ومعاملتهم بالعنف، تنطبق هذه السياسة على مين؟ مين اللي كان بيعامل الشعوب بقسوة وعنف عشان كده دولتهم انهارت؟ هم مين؟ طبعا الأشوريين. وأنا جايبه لكم سؤال في الفورم الجديد، إيه السبب اللي خلى الأشوريين يبقى عندهم عنف وعندهم شدة في المعاملة؟ لأن يا ولاد أنا هغششهولكوا أهو، الطبيعة اللي كانوا ناشئين فيها كانوا ناشئين في شمال العراق، دولتهم زي ما انتوا عارفين قامت في شمال العراق، وكنا ربطنا الحتة دي بأول حاجة شرحناها في الدرس لما خدنا الخريطة، وقلنا كلما اتجهنا شمالا كان في ارتفاع في السطح، يعني في تضاريس في جبال، فهم كانوا عايشين في منطقة الجبال، فأكيد طبيعتهم هتبقى طبيعة قاسية. الدرس المستفاد من سقوط الكلدانيين، الكلدانيين اللي هي آخر حاجة في العراق، هل هو ان هم كانوا بيهملوا القوانين فأدى لضعف البلد، ولا علشان هم كان ان احنا الدرس المستفاد من السقوط ده الاهتمام بالقوة العسكرية، ولا قوة الملك تنعكس على قوة البلاد، تمتع الملوك بالسلطة الدينية؟ طبعا الإجابة انت ممكن تفكر في حاجتين، تقول ايه يمكن ما كانوش بيهتموا بالقوة العسكرية عشان كده المفروض ان الدرس المستفاد ان هم يهتموا بالقوة العسكرية، وممكن تفكر في اهمال القوانين، وممكن تفكر في قوة الملك. طب تعال نشوف كده نختار ايه، احنا هنختار قوة الملك. هتسألني وتقول لي يا ناس مش القوة العسكرية مهمة؟ مش القوانين حضرتك قلت لنا في الترم الاولاني ان القوانين لما بتطبق بتؤدي الى ان الدولة بتبقى قوية؟ ايوه، ما هو بص كده، مين العامل الاساسي اللي لو هو موجود وتوفر هيجي بعده العوامل التانية؟ الملك. لما يكون الحاكم قوي الدولة هتبقى قوية، زي ما احنا قلنا في السؤال اللي قبل كده، أجهزة الدولة كلها هتبقى قوية، هيهتم بالقوة العسكرية، هيطبق القوانين. طب لو كان في قوانين هتطبق والملك أو الحاكم ضعيف؟ لا طبعا. لو كان الحاكم ضعيف هيهتم بالقوة العسكرية؟ لا طبعا. السؤال بعد كده، أثبتت الزراعة ببلاد العراق اختفاء فكرة إيه؟ فكرة طبعا الملكية المقدسة. ليه أنا اخترت الملكية المقدسة؟ لان انا عندي بلاد العراق كان فيها الملكيه الفرديه، فده عكس بالظبط مين؟ عكس مصر اللي كان عندها ملكيه مقدسه الفرعون هو اللي بيملك كل الاراضي. يبقى اذا الزراعه دي في العراق فكرتها اثبتت ان مفيش ايه؟ مفيش ملكيه مقدسه عشان كانت ملكيه فرديه. اعتبرت التجاره مع بلاد الشام تجاره داخليه للعراق القديم لاول مره في عصر مين؟ خلوا بالكم، تجاره بلاد الشام دي دوله صح؟ بلاد الشام دي دولة والعراق دي دولة، بس في فترة من الفترات بتاريخ العراق أصبحت بلاد الشام جزءا منها. لما إيه؟ لما جه حمورابي وتوسع الدولة بتاعته، وسعها لحد ما وصل للبحر المتوسط الساحل الشرقي، يعني ضم بلاد الشام، فأصبحت بلاد الشام جزء من العراق. فلما يبقى في تجارة هيبقى في تجارة مع بلاد الشام، هتبقى بلاد الشام جزء من بلاد العراق، يعني فيها تجارة داخلية. وبرضه اتحققت في عهد مين؟ في عهد الأشوريين، لما توسعوا وعملوا امبراطوريه واستولوا على الشام. وبرضه اتحققت في عهد مين؟ الكلدانيين اللي هو نبوخذ نصر. يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ ثلاثه. طب انا عندي في الثلاثه مكتوبين، عند الاشوريين وعند الكلدانيين وعند البابليين، حضرتك جايبه الثلاثه، اختار انهي فيهم يا مس؟ ما هو بص يا حبايبي انا بقول في السؤال ايه؟ لاول مره، فانت هتشوف انا قلت لك دلوقتي ثلاث دول، مين اول دوله؟ طبعا الدولة الايه؟ البابلية القديمة. يبقى انا هختار الدولة البابلية القديمة. اخر سؤال بيقول، هناك علاقة وثيقة بين قيام حضارات بلاد العراق القديم وايه؟ ايه العلاقة الوثيقة اللي بتربط قيام الحضارات اللي احنا شفناها اللي هم السومريين والبابليين والاشوريين والحاجات دي كلها بمين؟ بترتبط بالاغريق بالفرس بالرومان بشبه الجزيرة العربية؟ طبعا بترتبط بشبه الجزيرة العربية. ليه؟ لان هذه الحضارات قامت بعد ان قامت الهجرات من شبه الجزيرة العربية واتجهت الى بلاد العراق. يبقى كده خلصنا الواجب بتاعنا، هنشوف مع بعض بقى ايه الدرس بتاعنا النهارده، نرجع له بقى تاني، نشوف مع بعض الدرس بيتكلم على حضارة بلاد العراق الحصة التانية. احنا كده يعتبر رجعنا على ايه؟ على الحضارات في خلال الأسئلة والواجب اللي احنا خدناه. تعال نشوف مع بعض، احنا كنا شرحنا المرة اللي فاتت مظاهر الحضارة بتاعت العراق، وخدنا فيها الحياة الاقتصادية، الزراعة والصناعة والتجارة والتواصل الاقتصادي. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض الحياه السياسيه والعسكريه. بصوا معايا، حياه سياسيه يعني ايه؟ يعني نظام الحكم. فهنا بيقول لك ايه؟ يا ترى نظام الحكم في بلاد العراق كان مين اللي بيحكم واسمه ايه؟ يعني احنا عندنا في مصر كان نظام الحكم في مصر كان الفرعون وبعد الوزير صح؟
وعندك حكام الاقاليم وعندك الاداره المركزيه لو انت فاكر المعلومات دي، عشان لازم نربط. طب في العراق كان النظام بتاع الحكم عباره عن ايه؟ انا قابلت واحده عراقيه من زمان، يعني من زمان ده مثال يعني. فبقول لها هو انتوا كان عندكم نظام الحكم كان شكله ايه؟ فقالت لي والله احنا كان عندنا الملك هو اللي بيحكم الدوله، وبما ان كان عندنا دويلات صغيره ما كناش عارفين الوحده، وخصوصا في البدايه خالص في عهد السومريين، فكان في ملوك كتير لان كل دويله عليها ايه؟ عليها حاكم، عليها ايه؟ ملك. فاحنا هنستنتج من الحته دي واحنا بنشرح ان تعدد ايه؟ تعدد الملوك فين؟ في بلاد العراق، وخاصه في الحضارات الايه؟ الاولى زي بلاد السومريين معايا. بعد كده نقطة مهمة جدا قالت لي عليها، قالت لي بس خلي بالك احنا كان عندنا ارتباط بين الدين وبين السياسة. قلت لها ازاي؟ قالت لي اول مثال هديهولك وبعد كده واحنا بنشرح هنشوف بقية الامثلة اللي بتدل على ان هناك ارتباط بين الدين والسياسة في بلاد العراق القديم، ان كان المعبود هو الحاكم الحقيقي. يعني الحاكم الحقيقي للبلد هو المعبود، ايا كان بقى اسمه، كان بيتعبد ايه زي ما هنشوف بعد كده الحياة الدينية، كان اشهر الالهة عندهم مين، وتحت منه على طول مين؟ الملك هو الوكيل بتاعه، زي ما عندنا في مصر الفرعون وتحت منه مين؟ الوزير. هنا مين الاعلى؟ لو جالك سؤال مين الاعلى سلطة في النظام السياسي في نظام الحكم، الاعلى الملك ام المعبود؟ هتقوله مين؟ هتقوله المعبود. اما الملك فهو بيالي مين او وكيل لمين؟ وكيل للمعبود. اختصاصات الملك مش هتلاقيها في الكتاب بس هتشوفها معايا هنا. خلي بالك ان الحاجات دي انا بستعين وانا بحضر لكم الدرس ببنك المعرفة، واللي بيعمل الاسئلة بيستعين برضو ببنك المعرفة كمعلومات موجودة قدامك، يعني ما انتش محروم منها، فما تقولش مش عندنا في المنهج. اختصاصات الملك عندك هنا اختصاصات هنقسمها الى اختصاصات دينية واختصاصات سياسية وعسكرية. لما اقول اصدار القوانين و تعيين ولي العهد والحفاظ على الأمن، كل اختصاصات سياسية. قائد الجيش تبقى اختصاصات عسكرية. طب كاهن أعظم، يعني هو كاهن، يعني الملك هنا كناحية سياسية برضو ناحية دينية، أهو المثال التاني إن في ربط ما بين السياسة وما بين الدين، حيث كان الملك له وظيفة الكاهن الأعظم، دي ناحية دينية. وإيه ناحية دينية تانية؟ بناء المعابد وتعيين رجال الدين معايا. يبقى انا دي الاختصاصات بتاعت مين؟ بتاعت الملك. انا بقول لك هنا صنف اختصاصات الملك الى اختصاصات دينيه واخرى سياسيه، احنا صنفناها مع بعض. اقولها تاني، عندك اصدار القوانين وولي العهد اللي بيعينه الملك والحفاظ على الامن وقياده الجيش سياسيه وعسكريه. ماشي، قياده الجيش دي سياسيه وعسكريه، الثلاثه التانيين دول سياسيه بس. طب الدينيه، كاهن اعظم بيعين رجال الدين، بيبني الايه؟ هو اللي بيأمر ببناء الايه؟ المعابد. نشوف بعد كده الجيش. الجيش يا ربي، الجيش العراقي كان جيش قوي جدا جدا جدا، يتميز بالقوة والبراعة، وكان عنده تطور في فنون الحرب، والأسلحة بتاعته كانت متنوعة، وعارف زي مصر بالظبط العجلات الحربية. طب كل الكوكتيل ده، كل الحاجات اللي هي متوفرة له دي هتؤدي إلى إيه؟ وهتقيم إمبراطورية واسعة، صح؟ وخصوصا بقى في عهد الملوك الأقوياء اللي إحنا خدنا أمثلة عليهم. يبقى أنا عندي هنا بالنسبة للناحية الإيه؟ من ناحية الجيش، أنا عندي الجيش بتاع العراق قديم ولحد فترة قريبة الجيش العراقي كان جيش قوي جدا. المهم إن أنا عندي هنا معلومة لازم أطلع بيها من الصفحة اللي قدامنا دي، اللي هي إيه؟ بما إن هناك علاقة بين مين؟ بين قوة الجيش وبين مين؟ وبين إقامة، أيوة، إقامة الإمبراطوريات الواسعة. طيب لو جينا نشوف مع بعض الجيش ده يا ترى كان عبارة في البداية خالص كان إيه؟ الجيش ده في البداية خالص كان إلزامي أيام الحرب، وبعد كده لما جاء الاشوريين عشان هما كانوا كل حياتهم قايمة على الجيش زي ما احنا عرفنا طبيعتهم، فاصبحت الجيوش دائمة. لو انا عملت لك هنا سؤال وقلت لك ان في ربط ما بين مصر وما بين
العراق يعني مصر الفرعونية وبلاد الرافدين في حكاية الجيش. هل هناك علاقة ما بين الاتنين؟ هل هناك تشابه ما بين الجيش هنا والجيش هنا في حتة الإلزامي والجيوش الدايمة؟ اه، الفكرة شبيهة جدا بمصر الفرعونية. فاكرين لما قلنا إن كان عبارة عن أقاليم وكل أقليم له الحامية العسكرية بتاعته اللي بتحميه؟ ما كانش في جيش نظامي لمصر الفرعونية، وبدأ بداية وجود الجيش النظامي كان في عهد مين؟ بيبي الأول، فاكرين؟ وبعد كده لما جاء أحمس عمل أول جيش نظامي بجد اللي هو الجيش دائم. يبقى بالظبط تتطور السؤال، تطور الخدمة العسكرية في بلاد العراق قديما مرة بإيه؟ مرة بإيه؟ أيوه برافو، مر هنا بفترات أهو أو بتدرج، زي بالظبط مصر مين؟ زي بالظبط مصر الفرعونية، ما بقاش مرة واحدة جيش دائم. فلازم تركز في الحتة دي وفي الربط اللي ما بين جيش مصر الفرعونية وجيش بلاد العراق في البداية كان إيه وفي النهاية انتهى بإيه. طب لما يجي يقول لك هنا إشمعنى؟ إشمعنى في العهد الآشوري؟ يعني لماذا؟ لماذا في العهد الآشوري، في عهد الآشوريين احتاجوا إن يبقى في جيوش دايمة؟ هتقول لي إن الآشوريين كانت يتصفوا بإيه؟ بالاهتمام بالقوة العسكرية والتوسعات وتحقيق الإمبراطوريات، عشان كده كان لازم يهتموا بالجيش، فعشان هما بيعملوا انتصارات مستمرة وكل تفكيرهم وكل اهتمامهم منصب بالجيش، فلازم يبقى الجيش عندهم جيش ايه؟ جيش دائم. يبقى الحاجة هنا، الحاجة عند الأشوريين حاجتهم للفتوحات والتوسعات الخارجية أدت إلى اهتمامهم بأن الجيش يبقى دائم. طبعا لما أقول لك ما أهمية وجود الجيش، جيش قوي للبلاد، طبعا ده ما فيش عليها أي تعليق، لأن لا يوجد دولة قوية، ها، لا يوجد دولة قوية تثبت وجودها وبتثبت كينونتها في بالنسبة للي حواليها إلا لو كان في جيش قوي. والحمد لله رب العالمين إن مصر من خير أجناد الأرض، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا من قديم الزمان إن خير أجناد الأرض هم الجند الإيه؟ الجند المصري. فمش دي مش هتتغير مهما مر الزمن، فهو من أقوى ومن أفضل ومن أطهر جيوش الأرض. بالنسبة بقى لو دخلنا بعد كده على الحياة الدينية، بس قبل ما أدخل الحياة الدينية أفكركم تاني عشان الأولاد اللي عايزين يركزوا معايا. إحنا خدنا الحياة السياسية، خدنا فيها إيه؟ خدنا فيها نظام الحكم، إن كانت عبارة عن دويلات وكل دويلة لها إيه؟ حاكم اللي هو ملك، بس هو عبارة عن ها وكيل لمين؟ وكيل للحاكم الرئيسي اللي هو المعبود. ففي ربط ما بين الدين وبين السياسة. وخدنا اختصاصات مين؟ اختصاصات الملك. وبعد كده خدنا الجيش وعرفنا ان هو من اقوى الجيوش، وان هم حققوا انتصارات كبيره جدا وخصوصا في عهد الملوك الاقوياء، وان هو تدرج الخدمه العسكريه عندهم من الزامي الى جيوش دائمه في عهد الاشوريين. الحياه بقى الدينيه، الحياه الدينيه عليها كلام كتير، اللي هو ايه؟ الحياه الدينيه، الدين كان له تاثير كبير جدا في حياه سكان بلاد العراق. يعني ايه يا مس فايزه؟ وايه النتيجه اللي ترتبت على كده؟ يعني زي ما بالظبط مصر الفرعونية كان عندنا الدين ده بتدور عليه حياتنا كلها، تطورنا في العلوم وحياتنا في البعث والخلود، اعتقاداتنا وحياتنا الدينية كانت كلها مرتبطة بفكرة الدين عندنا وباهتمامنا بالدين. فالدين كان عند العراقيين كان برضو له تأثير كبير جدا في حياتهم. فهيتضح التأثير ده من خلال ايه؟ من خلال الحياة اللي هيعيشوها. هنشوف هما فعلا هل الدين كان بيأثر في حياتهم ولا ما أثرش. تعال نشوف كده أول حاجة من خصائص الحياة الدينية عند العراقيين، إن الحياة الدينية كانوا بيعبدوا مظاهر الطبيعة. بتفكرك بإيه دي؟ بتفكرك بمصر الفرعونية، إن مصر الفرعونية من خصائص الحياة الدينية في مصر الفرعونية ها المعبودات بتاعتنا كانت بيعبدوا مظاهر الطبيعة، صح؟ الحاجة التانية بيقولك إن هنا الملوك طبعا اهتموا بالمعابد والمباني الدينيه زي ما احنا كنا بنهتم، وكانت المعابد دي اسمها الزاكورات. الزاكورات، كلمه الزاكورات لما تشوفوها قدامكم تعرفوا ان هم قصدهم على المعابد. المهم، اول خاصيه من خصائص الحياه الدينيه هي المظاهر ايه؟ مظاهر الطبيعه، ان هم كانوا بيعبدوا ايه؟ ها؟ معبودات من الطبيعه زي المصريين. طيب ليه هنا بقى الزاكورات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي المعابد دي كان ليها أهمية عند العراقيين؟ ليه بتحتل أهمية كبيرة اللي هي المعابد؟ هتقول لأن كان فيها الملك بيتوج، يعني بيعينوه ملك، فبيعملوا الاحتفالية بتاعته فين؟ فين؟ في المعبد، وكانوا بيقوموا فيها الشعائر الدينية.
وكان الناس بتتعلم فيها، وكانوا بيدعوا فيها سجلات، يعني بيعينوا فيها السجلات والعقول. طب تيجي مع بعض كده نحاول مع بعض نخلي الوظيفة بتاعت المعبد دي، الوظائف دي كلها نحولها إلى نواحي. يعني إيه؟ يعني لو أنا قلت لك هنا تعددت، ها؟ تعددت وظائف المعبد، من وظائف سياسية إلى وظائف دينية إلى وظائف ثقافية إلى وظائف اجتماعية، هتقول لي بقى الإجابة إيه؟ ما هو أنا ممكن أجيب لك اختياري زي ما احنا متعودين إن الامتحان بيبقى كله اختياري، إلا إذا جد جديد علينا هنبقى نقول لكم عليه. فممكن يقول لك من وظائف المعبد الاجتماعية، ويروح حاطط لك الاختيارات دي كلها، فأنت هتشوف طبعا هتبقى عارف مين الاجتماعي، أو من وظائفه الدينية ويقول لك الاختيارات دي كلها. طب تعالى كده نصنفهم مع بعض. يتوج فيه الملك، دي وظيفة إيه يا ولاد؟ وظيفة سياسية. بيقوم في الشعائر الدينية، دي بمنتهى السذاجة يبقى هي دي وظيفة إيه؟ وظيفة دينية. بيتعلم الناس فيه، يبقى دي وظيفة إيه؟ ثقافية. طب إيداع السجلات والعقود، يبقى دي دخلنا في الناحية الإيه؟ في الناحية الاجتماعية. دي وظائف الإيه؟ وظائف المعبد. أقولها تاني، يتوج فيه الملك سياسية، إقامة شعائر دينية دي وظيفة دينية، تعليم الناس وظيفة ثقافية، السجلات والعقود دي وظيفة اجتماعية. ده طبعا صورة اهي لمعبد من المعابد بتاعة العراقيين اللي بنسميها الايه؟ الذكورات. ندخل بعد كده في خصائص الحياة دي احنا قلنا عليها. احنا قلنا من شوية ان كان في معبودات ايه؟ من الطبيعة، صح؟ اللي هو عبدوا الظواهر الطبيعية زي الشمس والقمر زي المصريين بالظبط. طب كان عندنا معبودات محلية واخرى عامة؟ اه كان عندنا معبودات محلية وعامة. ركزوا معايا عشان هسألكوا سؤال. يبقى في ظواهر طبيعة وفي معبودات محلية وعامة. لحد دلوقتي في اتفاق ما بين خصائص الحياة الدينية في مصر وفي بلاد العراق، عشان هنعمل دلوقتي أوجه الشبه والاختلاف في خصائص الحياة الدينية في العراق وبمصر. فاحنا قلنا دلوقتي اتنين شبه بعض اهو. طيب أكبر الآلهة أو أهم الآلهة، الإله آنو كبير المعبودات، وده بيمثل لهم السماء، والمعبودة مين؟ والمعبودة عشتار، ودي ربة الحب والحرب، وركزوا فيها قوي لأن عشتار دي هنلاقيها اتعبدت في العراق، ثم لما جه رمسيس الثاني وعمل معاهدة السلام عشان يبين لهم حسن النوايا والتواصل بيننا وبينهم من الناحية الدينية، اتعبدت عشتار في مصر، اتعبدت في مصر، واتعبدت أيضا عند الفينيقيين لما نيجي نشرحهم إن شاء الله. يبقى أنا اللي عايزاكم تركزوا فيه الإله آنو كبير المعبودات، وعشتار إلهة الحب والحرب. أشور بقى إله الحرب وأنليل، ده يعني كمعلومة ثقافية ليه. الخصائص بقى بقية الخصائص اللي هي الاعتقاد في البعث وإيه؟ الاعتقاد في البعث والخلود. طبعا المصريين اعتقدوا برضو في البعث والخلود، وعشان المصريين اعتقدوا في البعث والخلود فوضعوا الطعام والشراب، صح؟ طيب هنا بيقول لك إن الحياة بعد الموت عند العراقيين كانت غامضة، يعني مش عارفين بقى بيحصل لهم إيه بعد الموت. طب هل كانت، هنا السؤال يا ولاد ركزوا معايا، هل كانت الحياة عند المصريين القدماء بعد الموت فيها غموض؟ فيها غموض، ما كناش عارفين بيعملوا ايه ويحصل ايه؟ لا طبعا ما كانش فيها غموض، اللي هو ايه يا ولاد؟ اللي هو لما كنا بنؤمن بالثواب والعقاب اللي هي محكمة الموتى، صح؟ والتحنيط. يبقى انا عندي دلوقتي في حاجات متشابهة، في اوجه تشابه واوجه اختلاف. التشابه زي ما احنا قلنا اهو، ظواهر طبيعيه ومعبودات محليه وعامه، البعث وايه والخلود ووضع الطعام والشراب. انما لو جينا ندور بقى على سر التحنيط، على محكمه الموتى اللي هي القلب والريشه والكلام ده، كل ده ما كانش العراقيين يعرفوه، وده اوجه الايه، اوجه الاختلاف. ندخل في الحياه الاجتماعيه. الحياة الاجتماعية بقى طبعا زي ما مصر بالظبط كانت الأسرة عندها هي بيربطها رباط مقدس وحب وكان بينهم وبين بعض التعاون، نفس الشيء في المجتمع العراقي القديم. الرجل برضه بدوره، المرأة بدورها، وبتساعده في العمل وبتشتغل في أعمالها المنزلية، يبقى ده موجود. بصوا انتوا لو جيتوا تشوفوا كل الحضارات اللي احنا عارفينها اللي هي حضارات الشرق، سواء كانت حضارة الفرعونية أو الحضارة العراقية اللي هي بلاد الرافدين أو حضارة الفينيقيين اللي لسه هناخدها، لقوا فيها الحياة الاجتماعية من الأب والأم والأسرة اللي لها أهمية كبيرة جدا، وكان ليها الكينونة بتاعتها والاحترام بتاعها. وكذلك برضو هنشوف برضو الحتة برضو بتاعت الحياة الاجتماعية برضو الأبناء والعادات والتقاليد، إن هم كانوا ناس إيه بيحافظوا عليها. ده بالنسبة للهرم الاجتماعي. الهرم الاجتماعي
اللي موجود في بلاد العراق، طبقة عليا، طبقة وسطى، طبقة دنيا. ركزوا معايا، احنا كان عندنا ايه؟ كان عندنا الطبقة العليا نقسمها لألف وب، الفرعون في المقام الأول هو أسرته، وبعد كده مين؟ وبعد كده بقى الوزير، وبقى وحكام الأقاليم ورجال الدين. مهم، عندك الوقت 3 طبقات في بلاد العراق. تعال نشوفهم كده مع بعض، نفصصهم. الطبقة العليا مين اللي بيكونها، والوسطى والدنيا والكلام ده. الطبقة العليا الطبقة الحاكمة وأعوان الملك ورجال الدولة ورجال الدين. يبقى ما فيش اختلاف بين الطبقة العليا في مصر الفرعونية وبين بلاد العراق. الطبقة الوسطى بتشمل الموظفين وصغار ضباط الجيش وصناع والتجار، وهي الطبقة العاملة. هنا بقى الطبقة الوسطى دي خليط من الطبقة بتاعتنا فارين يا ولاد، الطبقة والطبقة اللي هي بتاعت الطبقة اللي هي العمال والحرفيين المهرة، الحرفيين المهرة. فأنا عندي في سؤال بقى في الحتة دي، مش هنربط بمصر دلوقتي، في سؤال في الطبقة الوسطى. الموظفين اللي هم الكتاب وضباط الجيش والجنود وصناع وتجار، صح؟ يبقى هي خليط ما بين مين؟ ما بين ناحية اجتماعية اللي هي وثقافية، وما بين ناحية عسكرية اللي هي الجيش والجنود، وناحية اقتصادية اللي هي الصناع والتجار. لازم تكونوا مركزين في الحتة دي وتطلعوا الكلام اللي ما بين السطور. أقولها تاني، الطبقة الوسطى كانت بتجمع ما بين تعدد في أنواع الإيه اللي هي الفئات الشرائح من موظفين، ودي بتحمل ناحية اللي هو الناحية الاجتماعية أو الطائفة بتاعة الإيه بتاعت الموظفين، ناحية ثقافية ضباط الجنود والصناع، ودي اللي هي الجيش والجنود دول اللي هي حتة إيه الناحية العسكرية معايا، والصناع والتجار ودول الناحية بتاعة الإيه الناحية الاقتصادية. الطبقة بقى الدنيا دي بقى قاعدة الهرم الاجتماعي، دي أكبر عدد في بلاد العراق القديم، هي الطبقة الدنيا. أسرى الحرب أو الناس اللي ما كانتش أصلا، هي الناس العادية، العراقيين العاديين اللي كانوا استدفهم، يعني استدانوا من الناس اللي معاها فلوس الأغنياء، ما عرفوش يسدوا ديونهم، فبيصبحوا إيه عبيد عند الناس اللي أخدوا منها الفلوس لحد ما يسدوا ديونهم. يبقى هما كانوا أحرار لكنهم أصبحوا عبيد، في فرق، عشان في عندي عبيد عبيد أصلا. النوع الثالث من الطبقة الدنيا اللي هما اللي كانوا بيختطفوهم وبيبيعوهم في الأسواق اللي هما العبيد. يبقى أنا عندي أسرى الحروب، وعندي العبيد اللي هما بيتباعوا، وعندي الناس اللي كانت أحرار بس عشان استدانوا فأصبح عليهم ديون معرفوش يسدوها فأصبحوا عبيد. انتم ملاحظين دلوقتي لو انا جيت ابص اقول ايه، لو انا قلت اسر الحرب دول هيبقوا كتار قوي قوي قوي، لو انا حملت سؤال عليها وقلت ان اسر الحرب دول هيصبح عددهم ايه، الطبقه الدنيا دي اللي هي اسر الحروب هيصبح عددها كبير قوي، يا ترى في عهد مين؟ في عهد السومريين، ولا في عهد الاكاديين، ولا في عهد الاشوريين؟ اكتر حضاره، اكتر دوله هيبقى في الزمن بتاع حكمها أسر الحرب كتير. طبعا هيبقى مين يا شباب؟ هيبقى الأشوريين. ليه؟ لأن الأشوريين احنا قلنا إن هم توسعوا بره العراق وعملوا إمبراطورية كبيرة جدا، مظبوط فاكرين؟ فهم هيبقى في عندنا أسر حرب كتير في زمن الأشوريين. ممكن في عهد نبوخذ نصر لو جاب لي برضو اختار إجابتين هيجيب لي مثلا الأشوريين، وعهد الكلدانيين، لأن برضو نبوخذ نصر حدود دولته امتدت من الخليج العربي حتى حدود البحر المتوسط الشرقي، سواحل البحر المتوسط الشرقي. بعد كده عاداتهم وتقاليدهم، كانوا بيحترموا العادات والتقاليد والاداب العامه زيهم زي المصريين بالظبط، وزي ما احنا قلنا انتقلت عباده الاله عشتار دي تبع هنسميها تواصل ايه، تواصل ديني. يبقى كان في تواصل ديني بيننا وبين العراق، اللي هي مقصود بها مين؟ عباده الاله عشتار في مصر. هنطلع منها سؤال، ان هو يجي لك سؤال يقول لك اختار ان انتقلت عباده عشتار الى مصر، ها، وفي عهد مين؟ هتقوله رمسيس الثاني، او يقول لك في عصر الدولة ايه؟ هتقوله في عصر الدولة الحديثة. هيقول لك ده تواصل ايه؟ هيقول لك هتقوله تواصل ديني. لو قال لك عبادة الإله عشتار انتقلت إلى مصر ويعد هذا من أنواع التواصل، هتقوله طبعا ديني. هيقول لك تواصل ديني سياسي اقتصادي إلى آخره، هتقوله تواصل ديني.
الحياة الفكرية اللي هي نسميها بقى، نشوف بقى الكتابة والأدب والحاجات دي. الحياة الفكرية اللي هي الكتابة المسمارية، السومريين هم اللي اخترعوا الكتابة المسمارية. طب سموها بكتابة مسمارية ليه؟ عشان كانت بتشبه المسمار، كانوا بيكتبوها بقلم من الخشب يضغطوا بيه على ألواح من الطين. زي ما انتم شايفين دي شكل الكتابة الايه المسمارية. حد فيكم كده شاطر وممتاز يقولي ممكن نستخرج من اللي قدامنا ده، الشريحة اللي قدامنا دي، نستخرج منها سؤال بطريقة غير مباشرة من ما بين السطور، اللي هو ايه؟ هو بيقول لك هنا طبعا السؤال المباشر اللي اخترع الكتابة المسمارية السومريين دي سؤال مباشر. طيب لو قلنا هنا ألواح من الطين الطري، كانوا بيكتبوا الكتابة دي على ألواح من الطين الطري. طب الطين ده بيجي منين يا شباب؟ الطين ده بيجي من نهري دجلة والفرات. السومريين كانوا موجودين في عند المصب في جنوب بلاد العراق، صح؟ فكان ده متوفر بكمية كبيرة عند المصب، مظبوط؟ يبقى إذا ممكن أقول هنا أسئلة كتيرة جدا على الحتة دي، إن لعبة هنا السهول أو الرواسب بتاعة النهرين دور في الحياة الفكرية عند العراقيين. تبقى أنت عارف إن هو قصده على إيه؟ قصده على إن هم كانوا بيكتبهم على ألواح من الطين. يبقى دي ناحية إيه؟ ناحية فكرية من خلال الطين اللي بيجي من رواسب الإيه؟ النهرين. طيب نشوف مع بعض إيه هم استخدموا الكتابة المسمارية في إيه؟ استخدموها في تدوين الوثائق والسجلات. والوثائق والسجلات كنا قلنا من شوية لما كنا بنتكلم على أهمية المعبد، قلنا إن كان يوضع في المعبد الوثائق والسجلات، فاكرين؟ يبقى إذا الكتابة لما ظهرت الكتابة المسمارية ظهرت الوثائق والسجلات. ركزوا بقى في الحتة دي عشان برضو ما بين السطور. أقولها تاني، لما ظهرت الكتابة المسمارية بتاعت السومريين ظهرت الوثائق والسجلات. يبقى إذا لم تعرف بلاد العراق كتابة الوثائق والسجلات إلا بعد اكتشاف الكتابة المسمارية، يعني في عهد مين؟ برضو لو جاب لك سؤال في عهد السومريين. يبقى إذا أضيفت وظيفة جديدة للمعبد، ها؟ بعد إيه؟ بعد معرفة الكتابة المسمارية، لأن لما عرفوا الكتابة المسمارية كتبوا الوثائق والسجلات، فأصبحت الوثائق والسجلات بيعينوها فين؟ ها؟ في المعابد، فاهمين؟ ماشي، هنا بقى بيقول لك إن كان عندهم مدارس في المعابد ومدارس في القصور، بس اللي كانوا عارفين القراءة والكتابة بتاعت الكتابة المسمارية دي طبقة أو قليل قوي من الناس، يعني إيه فئة صغيرة جدا في العدد هما اللي كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا. زي بس برضو مصر الفرعونية، برضو كان برضو الكتبة لهم دور كبير عند مصر الفرعونية. ليه؟ لأن الكتابة والقراءة كانت صعبة جدا عند المصريين القدماء، فكان اللي بيتعلمها حبة إيه حبة قليلين. في حاجات أنا ما بتقلكوش عليها قوي وأنا بشرح، ما بكررهاش كتير لأن بتبقى يعني مش موجودة عندك في كتاب المدرسة. بالنسبة احنا قلنا الحياة الفكرية، اتكلمنا على الكتابة، نمرة به الأدب. الأدب عند سكان بلاد العراق اللي هي بلاد ما بين النهرين تركولنا نقوش تاريخية ونصوص دينية وقصص وأساطير. ماشي، هنشوفها كده في ألوان الأدب: ملاحم وأساطير وأدب تاريخي وأدب ديني. برضو دي مش موجودة عندك في الكتاب، اللي موجود عندك في الكتاب النقوش التاريخية والنصوص الدينية والقصص والأساطير. إيه عندك بقى أهم القصص والأساطير أو الملاحم اللي هي ملحمة جلجامش، اللي أشهرها قصة اللي هي قصة الطوفان. قصة الطوفان دي اللي مذكورة عندك في الكتاب، قصة الطوفان اللي بتصور الصراع بين مين؟ بين الحياة وبين الموت، وبناخد منها دروس مستفادة. أنا أحب أقولها لكم بسرعة اللي هي أهي قدامكم، إن وهتشوفوا هتستنتجوا منها هتلاقوها شبيهة بالظبط بقصة سيدنا نوح. إن الآلهة غضبت على البشر عشان بيرتكبوا ذنوب كتيرة، فقررت إن هي تقضي عليهم، فقالت إحنا هنعمل لهم طوفان يغرقهم كلهم، بس مش هيتبقى إيه إلا الناس الصالحة هي دي اللي هتبقى موجودة. ففي واحد من الآلهة اللي كانوا زعلانين من البشر ومن ارتكابهم الذنوب اسمه آية، ده إله الحكمة. يبقى إحنا دلوقتي عرفنا إن كان في عند العراقيين الحكمة. خلي بالكم يعني الحتة الوثيقة اللي قدامكم دي، القصة دي مش بنقراها كده عشان نضيع وقت، بنطلع منها حاجات. آية إله الإيه؟ إله الحكمة. فكان بيحب البشر، يعني كان طيب، كان إله طيب. فلا راح راجل صالح من الصالحين ما بيعملش ذنوب، فقال له على اللي هيحصل للبشر،
ان الالهه غضبت عليكم وهتعمل ايه، وهتغرقكم. فنصحه، نصح اللي هو الاله ايه ده، نصح الايه احد الصالحين ده، وقال له اعمل سفينه وخد فيها كل ايه يعني من كل الاحياء، يعني زي ما انتوا عارفين زوجين اللي هم الصالحين، خدهم معاك. وفضلوا في السفينه 6 ايام، لحد في اليوم السابع الطوفان تقهقر، يعني الميه راحت خلاص خلصت، فالسفينه استقرت على جبل. فخرج الرجل الصالح هو والاسره بتاعته من السفينه، هو والناس الصالحين، وقدم القرابين الى الالهه، فسرت منه ومنحته الخلود. ايه اللي احنا بنستفاده من القصه دي؟ طبعا طاعه مين؟ طاعه الاله، سواء كان زمان عندهم الاله اللي هم كانوا بيعبدوه، واحنا عندنا طاعه مين؟ طاعه الله سبحانه وتعالى. وطبعا الحكمه الثانيه او الدرس المستفاد، لا يستوي الذين ايه الناس الكويسه مع الناس اللي هي الناس الصالحه، مش هتستوي لا في اي حاجه سواء في الدنيا او في الاخره مع اللي هم الغير ايه، مع الغير صالحين. حاجه كمان ان طاعه الاله فيها ايه، فيها النعيم، وفيها كمان الوصول الى بر الامان، زي ما الرجل الصالح ده وصل الى بر الامان بسبب طاعته للايه، للالهه. احنا طبعا بنتكلم على الهنا، فاحنا عارفين الكلام بيخصنا كمسلمين او كمسيحيين، ان احنا بنتكلم على ربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجه طلعنا منها من قصه الطوفان، هو ان كان عند العراقيين الحكمه، والدليل على ذلك ان كان عندهم اله للحكمه اسمه الاله ايه، زي ما كان عندنا احنا الاله بتاعتنا اللي هي بتاعت الايه الصدق، فاكرين العدل والصدق معت. تعال نشوف مع بعض إيه، طبعا الادب التاريخي، الادب الديني طبعا دي ادب تاريخي، يعني هيتكلم على الحملات والحاجات اللي هي الفتوحات بتاعتهم، والادب الديني هيتكلم على اساطيرهم الدينيه زي ما احنا قلنا قصه الاطفال. بالنسبه بقى للعلوم، في عندك في الكتاب جايب لك ان العراقيين ازدهرت عندهم علوم الطب والفلك والرياضيات، مش جايب لك الشرح ده غير بس جايب لك في الفلك ان هم عندهم عرفوا التقويم الايه، التقويم الشمسي، ورصدوا النجوم والكواكب. انا هسيب لكم الشريحه هنا وانا بشرح اهي عشان تاخدوا لقطه شاشه، او بعد ما نخلص الحلقه ان شاء الله تعملوا تسجيل للحلقه. كل اللي انا عايزاك تركز فيه عشان لو جالك سؤال، حته من الفلك عرفوا التقويم الشمسي زي المصريين، بس الفرق بين العراقيين وبين التقويم الشمسي بتاع مصر ان اصبح التقويم الشمسي بتاع مصر اصبح تقويما بيتعمل بيه في العالم، والدليل على ذلك الايه الرومان لما استعانوا بعلمائنا وخدوا التقويم الشمسي عندهم. فاحنا متعادلين في الحته دي، بس احنا بنتفوق عليهم شويه. الحته الثانيه حته ان هنربط بين علم الفلك والتقويم الشمسي. طب فاكرين ان هم هنا عبدوا الظواهر الطبيعيه، يبقى يبقوا مشهورين في ايه، في علم الفلك. يبقى لازم تركز ما بين عبادتهم للظواهر الطبيعيه زي الشمس والقمر، ودي إيه؟ عندكم دي إيه؟ نجم وايه، نجم وهنا وتابع صح اللي هو الشمس والقمر. فانت عندك هنا اهتموا بايه، اهتموا بالشمس والقمر، يبقى اكيد هيبقوا بارعين في علم الايه، في علم الفلك. عندك الحياه الفنيه بتقسم لعماره، هنشوف النقش، هنشوف النحت. العماره طبعا بنوا مع مدن ومعابد وقصور، ومن اشهر الملوك اللي شفناهم في العماره نبوخذ نصر بتاع الكلدانيين يا شباب، اللي بنى حدائق بابل المعلقه اللي هي عجائب الدنيا السبع، احدى عجائب الدنيا السبع، وعمل برج بابل الايه الشهير. في عندك بقى الاشوريين، الناس اللي كانت بتحب الحرب وبتحب القتال، كانوا بارعين في فن العماره، يعني هم اكتر حاجه برعوا فيها العماره والنحت. انما بقى تقول لي بقى اهتموا بزراعه بصناعه زي الناس التانية، لا. العمارة برضو يعني العمارة والنحت دي برضو فيها حتة برضو الايه الشدة، برضو فيها حتة الغلظة، فهم اهتموا برضو بالحاجات اللي هي بتصف ايه، بتصفهم. فهنيجي نبص نلاقي مثال على كده، الملك سنحريب. الملك سنحريب ده كان ملك من الاشوريين، الراجل ده كان متناقض، يعني ايه؟ يعني بنى مدينة اللي هو جمل مدينة نينوى واتخذها عاصمة ليهم، وراح مدمر مدينة بابل. يعني كان متغاظ قوي ان مدينه بابل جميله، اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت البابليين الاوائل، واللي بعد كده نبوخذ نصر جملها في لما كان في حكم الكلدانيين، فكان متغاظ، فراح مدمرها تماما، وراح مهتم بمدينه العاصمه بتاعتهم اللي هي نينوى. طبعا هنا يعني لو جينا نشوف فنحلل الراجل ده ونقول شخصيته، هنلاقيه ان هو انسان عدواني، ازاي هو بيحب الجمال وازاي بيقضي على جمال بتاع حد تاني. بيقول لك ماذا تستنتج من النص السابق، وما رأيك في تجميل المدن وتنظيفها؟ طبعا تستنتج من النص السابق ايه، لما الملك سنحريب دمر وبنى. طبعا هسيب لك انت تجاوب السؤال ده من خلال الشرح اللي شرحناه. بالنسبه للنحت، النحت هنا تميز بالدقه والمهاره، وخاصه يا اولاد الاشوريين،
الاشوريين كانوا بيهتموا بالنحت، وده علشان عارفين ليه؟ لانهم كانوا في الشمال وكانوا بيشتغلوا بحرفة الصيد، مش صيد الاسماك، لا بصيد الايه الحيوانات. فهم كانوا اكتر ناس احتكوا بايه، احتكوا بالحيوانات، وعلى اشهرها الثيران. بس هنا الجديد اللي هم عملوه ان هم عملوا للثيران اجنحة، وعملوا رأس انسان زي ابو الهول بالظبط، يبقى الطور رأس انسان، جسمه جسم حيوان، واضافوا له ايه اجنحة. عندك بقى هنا ده مثال اهو، شايفين الثيران اهي، ده رسمة، ده معبد اهو من المعابد، وفيها النحت ايه بيبان خالص، النحت بتاع ايه اللي اشتهر بيه العراقيين. عندك بقى الرسم والنقش، اهتموا بالتصوير وبالرسم وبالنقش على جدران المعابد والمسلات. ايه عملوا عليها ايه؟ سجلوا عليها انتصاراتهم، وبرضو رحلات الصيد بتاعتهم، وبرضو عملوا اختام ونقشوا عليها الاختام. عارفين الختم؟ كانوا بيصنعوا الاختام وبيهتموا بالنقش على هذه الايه الاختام. في عندك بقى هنا التواصل الثقافي والفني، ان بلاد العراق اخذت من مصر حاجات، ومصر ادتها ايه، ادتها حاجات. فهم خدوا مننا نظام الهرم المدرج بتاع زوسر في بناء المعابد، بس هم ما كانوش بقى بيبنوا ايه اهرامات، هم كانوا بيبنوا الشكل بتاع الهرم المدرج ده، بس في ايه، في بناء معابدهم. وبعدين احنا خدنا منهم حاجتين، رسم الحيوانات المجنحة واستخدام الاختام زي الختم بتاع حور محب. شوفوا كده، ده تواصل اهو في الاسرة التسعتاشر. يبقى انا عندي هنا تعدد التواصل، خلي بالك ده سؤال، تعدد انواع التواصل في الاسرة التسعتاشر. معايا؟ في عندك مين؟ في عندك هنا حور محب، وفي عندك رمسيس الثاني. حور محب ورمسيس الثاني الاسرة التسعتاشر، واحد في تواصل ثقافي وفني، ركزوا اولادي في الحتة دي، تواصل ثقافي وفني ده حور محب بتاعت الاختام، تواصل ديني في عهد رمسيس الثاني معايا اللي هو الاله عشتار. ده كان اخر حاجة احنا خدناها مع بعض في الدرس. يبقى احنا دلوقتي راجعنا مع بعض ايه، احنا شرحنا النهارده مع بعض الحياة السياسية، وخدنا فيها نظام الحكم، وخدنا فيها الجيش من الزامي الى جيش دائم، وبعدين خدنا كمان الحياة الدينية، وعرفنا أهمية الدين عند العراقيين وأهمية الذكورات اللي هي المعابد، وخدنا الحياة الاجتماعية والطبقات بتاعة المجتمع، وعرفنا إن الطبقة الوسطى فيها الناحية الاقتصادية باينة قوي مع الناحية العسكرية كوكتيل، والطبقة الدنيا عرفنا إن هي كبرت واتسعت، وخصوصا في عهد الإيه الدول اللي فيها إيه، الدول اللي فيها ها إيه توسع خارجي. خدنا بقى الحياة الفكرية من كتابة وأدب وعلوم، وخدنا الحياة الفنية العمارة والنحت والرسم والنقش، وبعدين التواصل. هندخل مع بعض كده هو، هنشوف مع بعض الايه الفورم بتاعنا. الفورم بتاعنا انا هبعته لكم اهو، الفورم ده يا شباب هتحلوه ان شاء الله، والمرة الجاية بمشيئة الرحمن اوعدكم ان احنا هنقول لكم بإذن الله الأسماء بتاعة اللي جايبين الدرجات النهائية، وهنحله برضو مع بعض في بداية الحصة. إيه إن شاء الله أنا هشوف الأسئلة بتاعتكم، لو أنتوا جايبين أسئلة أو حاجة عايزينها أنا هشوفها قبل ما إيه، قبل ما أنهي بإذن الله الحصة. وبكده الحصة بتاعتنا انتهت. إيه انتظروا بقى لما يجيلكم الفورم، وتبعتولي ان شاء الله في الردود بتاعتكم. ولو في اي حد عايز اي استفسار، او عايزنا اشرح اي حاجة علشان نبدأ المرة الجاية بحضارة بلاد فينيقيا، فلو انتوا عايزين حاجة في حضارة بلاد العراق اكتبولي، علشان نبقى نشوف النقاط اللي انتوا ضعاف فيها، ونبقى نعملها مع بعض، نبدأها بالحصة الجاية بمشيئة الرحمن. استودعكم في حفظ الله وامنه، والى اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاثنين، ما تنسوش المعاد. مع السلامة يا شباب.